السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، والدتي الله يشفيها كبيرة في السن ومريضة كبد، وهي آمين. كثيرة النوم وفي ألم شديد جدا عند القيام للوضوء. الله يعافيها يا رب. اللهم آمين. فهل أنا أحيانا يعني أقول لها أنت على وضوءك صلي إشفاقا، يعني هل تم فيها تتيمم ايه المشكلة إذا تيممت؟ والماء موجود. ما هو الماء موجود لكن يصعب عليها استعماله. يعني إذا يصعب عليها استعماله تيممت. نعم، جزاك الله خير. وياكل المسلمين.